رأى سمو الأمير سلطان بن سلمان آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث بالمملكة العربية السعودية حفل افتتاح مناسبة المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2017 بحضور سمو الأمير فيصل بن سلمان آل سعود أمير المدينة المنورة في إطار برامج وفعاليات المناسبة التي تستمر على مدار العام والتي تتواكب مع الرؤية السعودية 2030. الزميل صالح يوسف موفد مركز الأخبار إلى المدينة المنورة والتفاصيل. في احتفال بهيج حضره آلاف المشاركين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية في أول فعاليات مناسبة المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2017 والتي تستمر أعراسها حتى نهاية العام الجاري، مهرجان حوى في لبه فقرات تاريخية وبرامج متعددة لا سيما الأبرهات التي جسدت تاريخ وعراقة هذه المدينة. من أي فوح يقبل أجواء ملتهبة تحيط هذه المدينة، وعلى مدار الساعة لا تتوقف المحافل والأنشطة حتى أصبحت بحق محضنا للسياحة العربية والإسلامية. المدينة المدينة. نحن نستهدف أننا نفتح القلوب قبل الأبواب للمسلمين جميعا إن شاء الله أن يأتوا مع أسرهم ومع أبنائهم. ومن أهم التحديات اليوم نواجهها في هذا العالم الجديد المتطور أننا نربط المسلمين وأبنائهم وأسرهم والشباب خاصة في قصة هذا الإسلام العظيم وانطلاقة الإسلام العظيم ومن أرض الجزيرة العربية. سطور خطتها السعودية برونق وتميز وبدت تسدل للجميع إمكاناتها الرفيعة وإنجازاتها المشرفة، ولأن السياحة أصبحت صناعة واصلت المملكة برامجها وأقامت منتدا يستعرض أثر السياحة العربية والإسلامية وكيف يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية 2030. المواطن العربي بصفة عامة منتظر المزيد من الفعاليات لكثرة التزاور بين الدول العربية، وده طبعا بيجي في منطلق برضو زيادة فعاليات المؤتمرات جوه الدول العربية، ودي حاجة احنا بندعو اليها. احنا شايفين ان احنا ابتدينا نتقدم بدعم سمو الامير سلطان بن سلمان. المدينة كان اختيار عبقري لان المدينة تجد مكانة في قلب كل مسلم على مستوى العالم، وبالتالي اختيار اعتقد انه صادف المكان فيسمونه عبقرية المكان، وايضا الزمان ايضا زمان ممتاز، واليوم ايضا نشهد هذه الفعالية في اطار المؤتمرات والمعارض، وأعتقد أنه أيضا المعارض هي سوق كبير جدا بالنسبة للسياحة في العالم وأيضا السياحة الإسلامية. 100 فعالية بل وأكثر لا زالت تنتظر بزوغها، ولن تنتهي هذه السنة إلا بأمل تمامها. فعاليات متنوعة نشرت الألفة والبهجة لجميع الحضور الذين اجتمعوا من كل حدب وصوب ليلتقوا هنا بعاصمة السياحة الإسلامية. لتلفزيون البحرين صالح يوسف، المدينة المنورة.